اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى في انحاء العالم. مطبخنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. بنكون حريصين من الاجازه او اللي احنا بنتابع السوشيال ميديا، ايه الاكلات اللي انتوا حابينها، الاسئله اللي بتسالوها، الحاجات اللي حابين نعملها مع بعض. فمن ضمن الاسئله، واحنا خصصنا يوم السبت بنجاوب على كل الاسئله اللي بتكون موجوده على السوشيال ميديا، الفراخ المشويه على السيخ تتبيلتها بتبقى ازاي وبطريقه جديده. يعني عارفين الشيش طاووق، عارفين فراخ مشويه على الفحم، فراخ مشويه بالبصل والطماطم مسخن وهكذا. هعمل النهارده فراخ مشويه على السيخ بطريقه جديده، التتبيله لا فيها لا كمون ولا كزبره، هي صويا صوص وتوم وعصير ليمون. الطعم هيجي منين؟ من البساطه والسهوله والمرونه. معانا الرز سلطة النهارده، تشكيله الخضار اللي فيها بتفتح النفس، وخاصه لون الجزر البرتقاني مع بيض مسلوق مع كالسيوم مع معادن. السلطه دي فيها البروتين، فيها الالياف، فيها كل حاجه حلوه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع المايونيز والمستردة. طعم المايونيز مع المستردة بياخدنا لمكان تاني، بيبقى طعمها مميز. الحلو بتاعنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. شرايح التوست اللي بنعملها كلاب ساندوتش او بنعملها لاولادنا في التوستر، هنعملها النهارده حلوه بالقشطه والعسل. فكره الشيف المغازي بسيطه وسهله وحاجه مش مكلفه، ولكن الحلو طعمه جميل زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل حلو بسيط وسهل كده مع بعض، ربنا يقدرنا نعمله ان شاء الله. مقاديره على الشاشه، عسل ويجعل ايامنا كلها عسل، توست، اللهم صل على النبي، ومعانا زبده، ومعانا لوز، ومعانا طاسة شديدة الحرارة على النار زي دي، سيبها تسخن. الحلو ده اختياري، الحلو ده أفكاري اللي مجنناني. تعالوا مع بعض، معانا بيض، توست، لوز مطحون، عسل، كل ده في المقادير، معلقتين من النشا، شويه حليب. شوفوا نعمله مع بعض ازاي سريعا. ومعانا قشطه، قشطه كدابه عباره عن نشا وحليب وسكر. اتنين بيضه، هل بنخفق معاهم شويه حليب بمضرب مع الدشله على بصل. اه كده يا فندم، اهو ده، اهو ده، ونحط شويه الحليب بتوعنا. نحط شويه نشا، نقلب البيض مع النشا. نعم يا غالي، زفاره. اي حلو قوي، سؤال وجيه جدا، لما نستخدم البيض في حلويات فانيليا، البيض في حوادق او في اكلات فلفل اسود. كده البيض جاهز، معانا التوست بتاعنا الجميل، معانا طاسه شديده الحراره بنحط فيها شويه زيت، حلو، بنحط على الزيت ده مكعبات من الزبده للتحمير. حلو الكلام، حلو لغايه كده زي الفل يا عم الشيف، فاهمين انك بتعمل ايه. فين القشطه في الموضوع؟ حاضر، القشطه لما نعملها، القشطه الكدابه اهي، مخرجنا الجميل، حليب ونشا وسكر، بنغطيها بكيس نايلون او رابل زي ده كده علشان ما تعملش وش لو حطيتها في التلاجة او سبتها بره. حلو الكلام، وبشوكه تقلبيها. حلو، ونخليها على جنب مع العسل. حلو الكلام، وناخد شرايح التوست بتاعتنا مع اضافه اللوز، ونقلب اللوز يا عم الشيف مع البيض والنشا والحليب. حلو ده بهديل كل اطفالنا الحلوين اللي بيذاكروا واللي داخلين على المدارس، ملاحظين اللوز النهارده
انا مدخله بعض الاكلات. ليه يا عم الشيف؟ لانه غني باوميجا 3، قيمته الغذائيه عاليه جدا، البروتين بتاعه بروتين نافع ليس ضار. مش لازم تاخد اللوز المحمص، اللوز الني. اخبار الزبده ايه مع الزيت؟ حلو قوي. ممكن اعمل تركية حلوه كده لطيفه معايا من الليمون، شريحتين ليمون. اخد الليمون ده احطه في قلب الزيت، ياخدنا في حته تانيه برضو بالشكل ده كده، يهدي من روعه الزيت. حلو الكلام. الحاجات الصغيره دي بتفرق بقى في المطبخ. ليه الليمون يا عم الشيف؟ زنخه البيض مش هتلاقيها، زفاره البيض مش هتلاقيها، طعم الزيت مش هتلاقيه. ناخد الخلطة الحلوة دي كده. الله عليك، الله عليك وعلى والدك. يلا مخرجنا الجميل، يلا حبيبنا، اهو هو ده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو بثلاثة تعريفة. اوعى تسيبها كتير في الزيت في الخلطة. ده هيطلع من التحمير، مجهز له قشطه وعسل. نعمل رقم زوجي، يعني دول كام؟ 3 و2 5. حلو، هنعمل واحده كمان. نجيب طبق التقديم بتاعنا، والله يا شيف مغازي مطبخك النهارده مطبخك سهل وبسيط وزي الفل، مش مكلف. هل هو في العادة كده؟ طبيعي هو في العادة كده، بس أنا ليا هدف في موضوعنا. هدفي إن أنا أحببك في المطبخ، أسهل لك الأمور في المطبخ، ربنا يسهل لك الأمر، تقدري تعملي أي حلو بطريقة سهلة وبسيطة. حلو؟ وقتنا قرب يخلص، الطبيعي إن إحنا لازم ننجز. حلو؟ ليه بقى يا عم الشيف؟ عشان نشوف في الاخر الانتاج بتاعنا. اصبر على رزقك يا غالي، الله يوفقك. تتحرق ايه بس؟ الله يديك الصحه. فيها لوز، يا مزاجه اللوز. فيها قشطه، يجعل ايامك كلها قشطه. التحميره دي مطلوبه، بنحط شويه قشطه في ارضيه الطبق ده كده. حلو، دي قشطه، وهرصهم كده بشكل هندسي. حلو، ناخد دي نحطها هنا كده، اللهم صل على النبي. وناخد دي نحطها هنا كده، اللهم صل على النبي. ونحط قشطه كده. الحلو ده لما تعمليه هتدعي لي تاني. الله عليك يا عم الشيخ، ايه البساطه ده؟ التوست ده بنجيبه، الاولاد بيبقى نفسهم في توستر كده جايبينه جديد. حاضر يا فندم. ناخد منه شريحه والتانيه ومنكملوش. ناخد الاخيره دي نحطها هنا كده، الله عليك، ونشيل دي من النار، وننزل بالعسل بتاعنا الحلو ده كده. مخرجنا انا خلصت. ده عسل زهرة البرسيم، أطفى أولى من خير أرضنا. سيبك من العسل الغالي. مطبخنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، تكلفة مالية لا تتعدى جنيهات. عملنا فكر طهوي جديد، عملنا فراخ مشوية على السيخ وقدمنا معاها شوية رز أبيض حلوين، عملنا سلطة فيها كل العناصر الغذائية لكبار السن، سريعة الهضم وسريعة المضغ. عملنا حلو فكرته بسيطة وسهلة، ولكن القيمة الغذائية بتاعته تعلو قمة الهرم في ارتفاعه وشماخته. رؤيا
فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.